سيوروبون، مرحبا بكم في قناتي. أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشاركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. في 23 نوفمبر شهد العديد من المشاهير وهم يحضرون الحدث الخيري الذي استضافته مجلة دبليو كوريا. أقيمت الحملة التوعوية 18 لسرطان الثدي في كوريا الجنوبية في فندق فور سيزنز في جونغنو سيول، وظهر العديد من المشاهير بمظهر مذهل في حدث جدار الصور الخاص. قامت دبليو كوريا باستمرار بحملة التوعية بسرطان الثدي منذ عام 2006 تحت شعار Love Your W، وتنظم الحدث الخيري السنوي كل خريف. يتم التبرع بعائدات هذه الأحداث لدعم فحوصات سرطان الثدي المجانية وتوفير نفقات الجراحة والعلاج للأفراد من السرطان ذات الدخل المنخفض. شهد الحدث هذا العام مرة أخرى قائمة ضيوف مرصعة بالنجوم، بما في ذلك RM من BTS، وجيني من بلاك بينك، وسونمي، أسبا، وبام بام، وزيكو، والممثلين كيم يونغ كوانغ وكيم يونغ داي، والممثلات هان جي مين وشين مين والمزيد. وبهذا أكون قد وصلت إلى آخر الفيديو. أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشاركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أنيوغاسيوكم ساميدا.